انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على صفحة خاصة بمعجبين دنيا سمير غانم صورة بتجمع عدد كبير من الفنانين، منهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وكمان المطرب محمد حمائي ونيلي كريم ودرة وخالد سليم والممثل شريف رمزي وأحمد زاهر، وعلق الجمهور على الصورة بكلمة فرانسيس أو برنسيسة دنيا سمير غانم.